لا يشكل تساقط الثلج فارقا لبعض التجمعات السكنية بولاية ميلا، فمواصلة المسير قائم لجلب المياه من المنابع بقصد قضاء الحاجية اليومية. في أحلك الظروف المناخية، الماء السائل لا بديل عنه لساكنة بعض الأرياف. أنا حاليا أني رايح ماشي نجيب الماء، راني نمشي 2 كيلومتر بان الحق للعين. وراكم تشوفوا في المنطقة تاعنا هذه هنا يا راهي زي ما وإحنا رانا عايشين ولا بس الحمد لله. فالجغرافيا هنا صعبة، وتضاريس الجبال تزيد من متاعب السير قدما لجلب مياه الشرب التي تعمل الشركات العمومية لجلبه من خلال برامج مختلفة ينتظر تجسيدها. في ظروف فصل الشتاء تعيش ظروف جد مزرية. انت اليوم كيما نقولوا الوصول تاعكم هنا راكم شتوالو، عندكم راني صب الثلج، الطريق تنقطع، الماء ما كانش، الدريسيتي يروح، الغاز ما كانش، الناس راهي في معاناه كبيره. ورغم كل هاته المعوقات الحياتيه، غير ان التحدي مستمر لدى المعنيين امام امال يرونها قريبه من التحقق في مشاريع كبرى، سواء بتزويدهم من مياه سد بني هارون أو تلك الواردة من ولاية جيجل المجاورة. بهذا الخبر مشاهدينا.